الفنان الكبير محمد ابو داوود. بنرحب بيك النهارده في مهرجان المسرح، 150 سنه مسرح. رايك ايه في الدوره 13، وشايف ان هي هتوصل ممكن لحد فين؟ ربنا يسهل والدوره 13 تبقى افضل من الدورات السابقه، لان المفروض ان احنا ان شاء الله دايما نتقدم كل دوره اكتر من الثانيه. النهارده الافتتاح كان جميل، واتعمل عرض جميل قدمه المخرج خالد جلال، كان عرض مختصر وجميل جدا، بيقول معنى الفن في مصر من الفراعنه للنهارده الميراث. ان شاء الله ان الدوره تبقى ناجحه جدا بكل المشاركين فيها. في لجنه التحكيم من ابرز المعايير اللي هتختاروا عليها افضل الاعمال ايه هي؟ احنا لسه هنقعد بكره ان شاء الله، اتفقت مع الدكتور اسامه النهارده ان احنا هنقعد نحط المعايير، عشان عندنا محترفين وهواه وطلبه جامعه واكاديميه، وكل ده هيبقى مختلف.